السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الاخ كريم، ممكن نتعرف عليك ونعرف سبب حضور ديالك اليوم هذا اللقاء السنوي ديال حركه الجمهوريين المغاربه اللي تعقد هنا في ايطاليا بتشانجيو؟ اسم الكامل بن جفرو مصطفى، من مواليد مدينه مراكش. نعم. مقيم بايطاليا. نعم. جيت هذا النهار هذا يعني نتلاقى مع الاخوان نشوفهم اللي في الحركه. كنت تعرفتي عليهم من خلال يعني تواصل في الانترنت و خلال فيسبوك و تلاقينا يعني عبر الانترنت، يعني جميع كنقول القنوات ديالها. كان هناك لقاء يعني في مدينه جنوبا، تلاقيت مع الاخ بنقل التشوين، تلاقيت مع الاخ لا كون شكون عبد العال عبد العالي تعرفنا على بعضياتنا في جنوبا. هذا اول مره بعدا كذلك وقفه لكذا جنوبا. فاليوم يعني تم تاسيس ايضا رسميا فرع ديال ايطاليا الحركه الجمهوريين المغاربه. يعني حاضر نقولوا غادي يكون ان شاء الله في مصر حركه يعني الجمهوريين المغاربه فرع ايطاليا. غادي نتسوا مع الدراري وبعض الاخوان اللي تاهم جاوا. نعم. شنو في نظرك القيمه المضافه ديال هذه حركه الجمهوريين المغاربه في المشهد السياسي والاعلامي والنضالي المغربي؟ هي بالنسبه للحركه كي كنقولوا يعني كتمثل يعني البديل، ولا كي تنقولوا المسار الصائب اللي من بعد يعني من بعد كي تنقولوا الحركه تاع 20 فبراير. حاولت يعني كل يعني التيارات المختلفه يعني حاولت يعني تركب عليها، وحاولت يعني ما امكن توجه الاتجاه ديالها. لكن بعض الناس يعني كي تنقولوا اللي فهموا شنو هو يعني الاتجاه تاع 20 فبراير، كانت يعني محكومه بتيارات مختلفه، لكن كلهم ما كانوش كيحطوا السقف، يعني السقف اللي هو معروف اللي محدد يعني الارضيه اللي تاع الحركه هي اسقاط النظام واقامه الجمهوريه بالمغرب الحبيب. هذا هو اللي كنت نقولوا علاش شحال هذه الحركه، انه بحكم يعني اللي درس اللي مسار يعني كنت نقولوا هذا الحراك من 20 فبراير لحد الان يعني لحدود يعني كنت نقولوا تراجع يعني الحركه انتقاد العدل والاحسان كمكون اساسي في الحراك. يعني كيبين بانه حركه 20 فبراير ولو انه فيها ناس يعني شرفاء، فيها ناس مستقلين كانوا كيامنوا بانه الفساد والاستبداد طريق وحده، هي طريق القصر. كل يعني الفساد والاستبداد اللي كاين في المغرب طريقها الى القصر. نعاود نبدا من شي يقولوا لي من داك السيد اللي يعني ادى يعني كذا نقولوا عساس خدام يعني ادنى درجه كذا نقولوا في السلم. كتلقى هذاك السيد كتسولو كيدير يعني شي تصرف، كتسول تيقول لك علاش كتسول علاش شديتي، يقول لي رشوه ولا زيد كتبقى كتطلع على راه هذاك اللي حاطني وخصني نخلصو، وتطلع تلقى بين الكوميسير حاط هذاك الاخر والاخر حاطو هادي. كنوصلو يعني كذا نقولوا لا كونفيرجونس يعني اللي هي غادي للقصر. القصر يعني بما فيه يعني كذا نقولوا بما فيه راس الهرم اللي كيمثلوا محمد السادس، وبما فيه كي تنقولوا للناس اللي هما مستعبدين اللي هما البلاط الملكي واصدقاء العمر، اصدقاء كي تنقولوا الدراسه اللي هما كي تنقولوا متمكنين، وزيد على كي تنقولوا ناس يعني منهم مستشارين ماشي اصدقاء، ولكن عندهم كي تنقولوا باع طويل في عهد الحسن الثاني اللي كان يعني كيعتمد عليهم. الحسن الثاني كي تنقولوا فيه تسيير شؤون البلاد في قمع والتحكم في كذا نقول في مسار البلد الوطن الحبيب المغرب. هذا هو كذا نقولوا يعني الفكره يعني اللي هي جعلتنا نتخذوا هذا المسار، لانه يعني بدون يعني الامور واضحه بالنسبه لنا احنا. اذا كنت كتقول بانه هذه المنظومه السياسيه في المغرب كلها هي قائمه على الاستبداد والفساد، وكتلقى واحد يقول لي يعني تحكم فيها كلها هو، لازم يسقطوا. ملي كنبغيو كنديروها بمثل شعبي، ملي كتبغي تسيق يعني تسيق الدروج ما كتبداش الدروج من التحت، راه كتخوي الماء من الفوق ونازل في شي في النظافه. يعني لازم ندخل فوق عاد نوصلوا للتحت، يعني هذه الكلمه اللي واش انت متفائل بالنسبه للمسار ديال 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 الحراك في المغرب؟ واش كيبان لك النظام لازال يعني يتحكم في الامور، ام خرجت من يدو خرجت من يدو الامور ومابقاش كيسيطر مثلا على الاحداث في المغرب؟
من الواضح من المؤكد انه المخزن يعني المنظومه المخزنيه في المغرب انه يعني ما عندهاش يعني كي نقولوا تحكم في الامور فيما يجري في الواقع الان اللي كنعيشوه. خير ذلك كتشوفوا يعني في كل مدينه في كل حي في كل قريه كتلقى انتفاضات كتلقى يعني خروج كتلقى يعني كي نقولوا المسيرات. والى رجعنا لكل الاحداث الاخيره اللي كتعيشها اقاليمنا الجنوبيه الصحراويه كتعيش يعني احداث يعني اليمه كتشوفوا يعني انه المخزن يعني المنظومه كلها يعني كلها هي كتلقى بانه في الكاتمين ديالها كي تنقولوا التحكم. يعني حاول المخزن وقتها او النظام الملكي المغربي حاول وقتها انه يعني يشتري الاعراض الديمان يعني بكل يعني الوسائل اقمع التخويف يعني التغرير بكل ولكني ما وصلش. خير ذلك انتم كتشوفوا يعني فما يقع كي تنقولوا في الاقاليم الجنوبيه ما نخليو الاقاليم يعني الداخليه كتلقى بانه يعني يعني المغرب الان في حاله كي تنقولوا بحال ديك ان بومب اللي يعني في كل وقت ممكن تنفجر في كل وقت. يعني ممكن انه الان كنهضروا نمشيو دروك للانترنت ولا نشوفوا التلفزه نلقاو بانه راه شي حاجه وقعت في المغرب غريبه ماشي غريبه وانما المتوقع هذه ممكن يعني الان ممكن ما تعرف يكون الزهر تكون هذه الجهه هذه تكون هي هذه وتكون يعني فاتحه خير هذه تمشي تلقى سميتو هذا وقع في المغرب. يعني قابل الوضع في المغرب قابل للانفجار وكل يعني هذا كي تنسميو يعني هذه العمليات نتاع المسح وكي تنقولوا والتزيين وكي تنقولوا سميتو كلها يعني ما آلها الزوال وكي تنقولوا ما يدوم غير المعقول المعقول اللي يعني بالمفهوم ديالو كي تنقولوا الشامل يعني الحريه العداله والكرامه الاجتماعيه لهذا الشعب المجهل المفقر. نتمنى ان شاء الله يعني طال الامد كنتمنى انا مني بالنسبه لهذا الراي الشخصي ممكن انه انا نعيش هذا الحدث انه نشوف التغيير ونلمسه ونفرح لولادي. ممكن ما نعيش شيء رايي كنقولها ممكن نبني الاجيال الصاعده نحطهم على المسار نحطهم على البيناريو يعني كي تنقول لي بيناري يعني السكه اللي خصهم يوصلوا لهذا الهدف النبيل الا هو انه هذا الشعب خصو يعيش بحريه وكرامه وعداله اجتماعيه. كنشكرك سي مصطفى على الروح النضاليه ديالك. السلام عليكم.